راس الشارجير تبع التليفون. هي راس شارجير التليفون. هلا الراس اللي بيركب فيها بيركب على كل المكانات، يعني هي مثل مساء الورد لأحلى متابعين. أنا محمد معكم، رجعت لكم بفيديو جديد. هلا كتير بيجيني بالتعليقات إنه أنا معي صوت على التليفون بدي نزله على المكنة، كيف شو هي الطريقة؟ هلا بدنا نحكي عن أول شيء لازم يكون معك وصلة MP3، وصلة فلاشي. هاي الوصلة بتجي هون، يعني بتركب فيها الفلاشي ومن هون تركب بالتليفون. هاي الوصلة بده يكون معك إياها. هلا أحياناً بتجي بهاي الطريقة، أحياناً بهاي الطريقة. هلا بنجي على المكنة. هلا في مكنة اللوك فوجن الوحيدة اللي بتجي بالطريقة منها وفيها، يعني بتتشرج بالبيت مثل التليفون. هاي المكنة ما فيها بطارية، بدها بطارية 6 فولت أو 12 فولت لتشتغل توصل عليها. هلا هاي المكنة الشارجير تبعها يعني هي الفرق بينها وبين راس التليفون. في فرق، يعني هي بتركب هون ومن هون بتركب براس التليفون. لا بس هي مثلا اذا انت ضيعت الراس تبعها فيك تركب براس الشارجير تبع التليفون. اي راس شارجير التليفون. هلا الراس اللي بيركب فيها بيركب على كل المكنات، يعني هي مثل هاي المكنه مثلا انه ما فيها شارجير، ما فيها بطاريه، بدها بطاريه 6 فولت او 12 فولت مثل ما حكينا. بس شو عاملين لها انه بتجي وصلة المكنة اللوك فوجن بتركب فيها هون. نفس الشيء بتصير المكنة عندك على التليفون. هلا في طريقة تانية، في مثل هاي المكنات، مثل هاي المكنة فيها ميموري. مثلا اذا المكنة فيها ميموري فيك انت تفك البراغي، تشيل الميموري تحطه على التليفون وتنقل الاصوات من التليفون على المكنة على الميموري وترجع تركب الميموري بتشتغل عادي معك.